مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. وصفة اليوم بعد مرة سهلة وتناسب الموظفات واللي عندهم منصة، يعني ممكن تجهزينها بالليل وتسوين بس الصوص ثاني يوم تحطينها وتدخلينها الفرن. راح أقدمها اليوم مع رز بشعيرية أو مع رز أبيض براحتك، أو ممكن تاكلها حتى مع خبز. صينية كذا الكفتة مع الخضار، بس بسوي لها صوص جدا جدا مميز غير عن الصوصات اللي أنتم متعودين عليها، مرة لذيذ. وأكيد وصفتي برعاية بهاراتي التوليفة. بستخدم ثلاثة من بهاراتي اللي هو 7 بهارات، طبعا مخلص من الموقع الإلكتروني فما فيه، يعني لا تفكروا تطلبونها من المتجر الإلكتروني، بس بهاراتنا مرة مضبوطة نكهتها. بغيتي نكهة هندية بتلاقين نكهة هندية، بغيتي إيطالية بتلاقين إيطالية، مكسيكية بتلاقين مكسيكية، عربية بتلاقين عربية وغيره. وراح استخدم البهارات العثمانية، وبستخدم بديل الماجي للصوص. عندي طبعا لحمة مفرومة، استخدمت عجل وخلي فيها شوية شحم عشان تعطيكي نوع من الطراوة. عندي بقدونس وثوم وبصل مبشور وثوم، ملح وفلفل أسود. بس هذه مكونات الكفتة. الصوص راح يكون مختلف تماما. بالنسبة للخضار بستخدم الطماطم وباذنجان وبطاطس، ممكن تضيفون بصل وفليفلة باردة براحتكم. هنا اللحمة المفرومة راح أضيف لها البصل المبشور، وراح نضيف، المفروض اني اعصر شوي عشان السوائل اللي فيه، بس عاد نسيت الثوم. بضيف البقدونس والبهارات. بهارات ال7 بهارات حقتنا مرة رهيبة، بس زي ما قلت لكم مرة اسفة انها مخلصة من الموقع. مرة لو تشمون ريحتها تجنن صراحة، مرة رهيبة. بهارات العثمانية احط منها حوالي ملعقة، والملح والفلفل الأسود. الفلفل الأسود، وأنا أحط طعم الفلفل الأسود طالع شوي. في عمل الكفتة مهم إن احنا ندعكها مرة مضبوط. خليني أدعكها وأرجع لكم. في الكفتة دائما بنات، دائما أقول لكم في الكفتة دائما ادعكيها مرة مضبوط. راح نسويها بهذا الشكل، بسويها أقراص كذا زي ما انتم شايفين. هذه الصينية بنات، هنا عندي الكفتة، بحط معاها بطاطس، بحط معاها طماطم، أو أحط الطماطم أول، بحط بطاطس وبحط معاها باذنجان بهذا الشكل، وأصفها كذا في الصينية وأكمل الباقي كله بنفس الطريقة. خلني أكمل وأرجع. شوفوا كيف هنا كذا بديت أصفها بهذا الشكل، وخلاص نبدأ عاد نحطها الآن زي كذا. باذنجان، حطي الخضار اللي انتي حابته، حابة تضيفين بصل فليفلة، انا بضيف فليفلة فوق. نبدأ الآن نجهز الصوص. راح احط مقدار من معجون الطماطم، تقريبا مقدار ملعقتين. الصوص حقنا مرة مميز بتشوفونه. عندي هنا ثوم، عندي دبس الرمان يعطيه حموضة حلوة واللي بيعطيه لمسة مرة لذيذة. معجون التمر الهندي، نحط معجون التمر الهندي، معجون التمر الهندي، بحط منه كذا شوي لأنه بيعطي طعم حيل حيل، بيفرق معاكم الطعم واللذاذة. من البهارات راح استخدم بديل الماجي حقنا حق التوليفة. الملعقة الكبيرة تعادل مكعب، وبحط اكيد شوي بس من 7 بهارات هي نفس استخدمتها، شيء بسيط بس، وملح وفلفل اسود. فلفل اسود انا ما استغني عنه ابدا. بضيف المويه، لو احتجت زياده مويه راح اضيف، واخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس. طبعا انا زدت المويه، تقريبا حطيت مقدار 2 كوب على حسب، ان نبيها تكون شوي خفيفه. هنا الصينيه حقتنا، راح احط عليها الان الصوص
زي ما انتو شايفين. الخضار على فكرة بتطلع سوائل، بحط فلفل حار وفلفل بارد يعطي طعم يعني. بغطيها وادخلها الفرن تقريبا ساعة عشان اتأكد ان الخضار كلها استوت. اذا تبين وقت اقل مثلا نص ساعة اقلي شوي الباذنجان والبطاطس، بس انا افضل زي كذا، انت عاد براحتك. بنغطيها بورق الزبدة والقصدير، نحطها مضبوط وندخلها الفرن.